اهلا وسهلا اعزائي متابعي جريده وموقع اهل مصر في كل مكان، معاكم في فيديو جديد الحديث عن اخر المستجدات وتطورات صفقه الاهلي المنتظره محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان اللاعب التونسي المحترف في صفوف فرانكفاروش المجري قريب جدا من انتقال النادي الاهلي، ده اللي كنا بنسمعه على مدار الميركاتو الصيفي، لكن في الساعات القليله الماضيه خرجت بعض الاخبار والانباء التي تشير الى تراجع الاهلي عن اتمام الصفقه او تاجيل الصفقه لموعد اخر او الانتقالات الشتويه القادمه، لكن في الحقيقه مصير الصفقه مازال مبهم، خاصه بعد ما تواصلنا مع مصدر من داخل النادي الاهلي اكد لنا ان الاهلي مازال في المفاوضات بشكل مكثف، وده بعد تواصل لجنه التعاقدات ومجلس اداره النادي الاهلي للاسف محمود الخطيب مع المدير الفني مارسيل كولر، واللي اكد ليهم ان هو في حاجه ماسه للتعاقد مع محمد علي بن رمضان وهو خيار الاول والاخير في خط الوسط او لتدعيم خط الوسط بعد انضمام عمر الساعي لاعب الاسماعيلي. لكن العوائق التي بتواجه الاهلي في الصفقه هي رغبه النادي المجري في الحصول على القسط الاول من الصفقه بقيمه 1,500,000 دولار دفعه واحده، وده بالنسبة للنادي الأهلي بيمثل عائق كبير خاصة في الأزمة الدولارية والأزمة العملة الصعبة اللي بتواجه مصر أو أغلب الأندية المصرية. الأهلي بيحاول في الوقت الحالي مع النادي المجري للنزول بقيمة الصفقة أو النزول بقيمة القسط الأول عشان يقدر يسدد، وبالتالي يصبح محمد علي بن رمضان لاعبا للنادي الأهلي في الموسم الجديد. لكن المفاوضات صعبة في ظل تعنت النادي المجري. محمد علي بن رمضان أو محمد بن رمضان ابدى رغبته في الانتقال للنادي الاهلي، واكد لبعض المصادر المقربه منه على رغبته في الانضمام للنادي الاهلي ويكون لاعب للنادي الاهلي، مفيش مانع بالنسبه له في ارتداء القميص الاحمر، لكن رغبه النادي المجري هي التي تعيق الصفقه او السداد او بعض الردوش الخاصه بقيمه الصفقه هي التي ما زالت تعيق الصفقه. الاهلي حتى اللحظه مستمر في المفاوضات، لكن محدش عارف هل الاهلي هينجح في الحصول على اللاعب ولا يتم تاجيل الصفقه لحين توفر الدولارات، وبالتالي الاهلي يعود مره اخرى في يناير المقبل للتعاقد مع محمد علي بن رمضان. ده اللي هنشوفه خلال الساعات المقبله. في مهله او خاصه بعد مد القيد ل 12 ديسمبر القيد الافريقي للنادي الاهلي والزمالك، فبالتالي اصبح النادي الاهلي فيه مهله خلال الايام المقبله، يعني بنتكلم في قصه 10 او 9 ايام لحد يوم 12 اللي هو نهايه القيد الافريقي، خاصه ان الاهلي والزمالك هيقابلوا بعض في السوبر، فبالتالي لازم يكون القايمه تم حسمها وتم ارسالها للاتحاد الافريقي عشان يغلق القيد، فبالتالي الاهلي قدامه مهله الايام قصيره 9 ل 10 ايام يقدر يتفاوض فيهم بشكل مكثف مع النادي المجري، بحيث ان الاهلي يدفع الفلوس ويتم حسم الصفقه، يا اما يتم تقليل رغبه النادي المجري في دفع القسط وبالتالي الاهلي يحسم الصفقه، يا اما القرار الاخير وهو تاجيل الصفقه بشهر يناير. انما موضوع ان محمد علي بن رمضان رافض الاهلي ده غير صحيح، موضوع ان النادي المجري طلب طلق المفاوضات بشكل نهائي غير صحيح، فبالتالي الاهلي ما زال في المفاوضات، وده الوضع بالنسبه لمحمد علي بن رمضان. وبكده نبقى خلصنا حديثنا عن مستجدات وتطورات صفقه محمد انتقال محمد علي بن رمضان اللاعب الدولي التونسي للنادي الاهلي. انتظرونا في فيديو جديد للحديث عن مستجدات وتطورات الصفقه الجماهيريه المرغوبه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه لمارسيل كولر مدرب النادي الاهلي.